نائب مدير وحدة مناهضة التحرش ضد المرأة، ازاي ممكن اخاطب المجتمع واقول انا عندي وحدة او انا بأمثل وحدة او جهة او هيئة او مؤسسة بتناهض التحرش او العنف ضد المرأة؟ اهلا بحضرتك الاول، وخليني اشكرك على تسليط الضوء على المواضيع دي، لان هو ده اللي احنا محتاجينه، هي دي المساعده اللي احنا محتاجينه من الاعلام حقيقي دلوقتي. ده اللي هيشجعنا وده اللي هيكمل دورنا. وحده مناهضه التحرش والعنف ضد المراه في جامعه القاهره، خليني افتخر بيها، لان هي الحقيقه اول وحده، اول جامعه حكوميه تنشئ وحده زي دي في الشرق الاوسط، ودي اللي جذبت لينا اطراف اجنبيه وهيئات زي يو ان وومن والبريتش كونسل واليونسكو، وهم اللي جم وقالوا احنا عاوزين ندعمكم ونشتغل معاكم ونديكم اللي انتوا عاوزينه بس اشتغلوا. فالحمد لله فخر لمصر ان احنا بقى عندنا، بدانا في حاجه زي كده، زي على غرار جميع الجامعات الاجنبيه لازم يكون فيها وحده لمناهضه التحرش. بدانا الوحده دي بقى لنا سنه 3 سنين دلوقتي من 2014. الوحده دي شغاله كامبس وايد على مستوى الحرم الجامعي، ملهاش علاقه بالشارع. ساعدتنا في انشاء الوحده لمنظمات المجتمع المدني زي خريطه التحرش وبصمه ونظره واتحاد النوعي لنساء مصر واليو ان، كل المنظمات اللي شغالين ومؤهلين للتعامل مع قضايا التحرش كم علمونا، لان ده مش شغلنا في الاساس. اشتغلنا على نطاق الجامعه، كانت في الاول عباره عن لجنه لمناهضه التحرش، مع تزامنت مع حادثه وقعه كليه حقوق. لو تفتكري حضرتك في 2013، في نهايه 2013 كان في الوقعه الشهيره بتاعه طلبه حقوق اللي حصل تحرش بيها، ما كانش جسدي، كان لفظي، اللي هي شعرها اصفر طويل بالظبط، اللي كانت ماشيه لابسه كده ليه وسقفوا وراها ومشي وراها. ودي كانت البدايه ان مجموعه من الاكاديميين بقياده الدكتوره مها سعيد، استاذه الادب الانجليزي في كليه اداب، ودكتور هدى الصدى طبعا غنيه عن التعريف، رحنا لدكتور جابر نصار في الوقت ده وقلنا احنا عاوزين نعمل لجنه لما البنت تحصل لها حاجه تروح لمين. قلنا لا، احنا مش عاوزينها مجرد لجنه، احنا عاوزينها وحده رسميه ليها السياسه لمناهضه التحرش وليها هيكل اداري يرأسها رئيس الجامعه مباشره، بحيث ان هي تاخد المشروعيه والسلطه في اتخاذ القرار. ليها هيكل اداري، لجنه عليا من بعض العمداء ونواب رئيس الجامعه، ولجنه تنفيذيه من 8 منها مدير الوحده ونواب مدير الوحده وبعض الاكاديميين المهتمين. وبعد كده بننتشر جوه الكليات، لان احنا على مستوى الجامعه بنغطي ال 26 كليه ومعهد، سواء داخل الحرم الجامعي او خارج الحرم الجامعي. لينا في كل كليه 2 أو 3 اعضاء التدريس حسب حجم الكليه، وتحت اعضاء التدريس دول في فريق من الطلبه، كل فريق بيرقصه كابتن، فبقينا عاملين زي الشبكه بحيث ان احنا نقدر ننتشر في كل اروقه الجامعه. بنعلن عن نفسنا ازاي؟ في كذا طريقه، اولهم استقبال الطلبه في بدايه العام الدراسي. احنا بيبقى فيه الفايلز اللي بياخدها الطلبه، لازم نحط البروشورز بتاعتنا بحيث ان هو يبقى معاه وعارف يوصل لنا واحنا مين وبنعمل ايه. في سي دي بيتوزع على كل الكليات، عليه فيلم كاريكاتيري كده بيقول احنا مين، وده لازم يتذاع في كل في اول كل محاضره في بدايه كل ترم، بحيث ان الطالب في بدايه كل ترم اللي هي المحاضره التعريفيه من كل دكتور. حلو قوي. لازم يقول له هتعمل ايه وتروح لمين. انا طبعا بفترض اكيد يعني اعتقد يعني ان كل المترددين عليكم فتيات، مش كده؟ اطلاقا. في ولاد بتجيلكم؟ طبعا. التحرش حتى احنا لما بنعمل التوعيه بتاعتنا لازم نفهم المجتمع، احنا اولا بنتعامل مع كل الحرم الجامعي بما فيها طلبه، اعضاء التدريس، موظفين واداريين، عمال، افراد امن، بنشتغل توعيه وتدريب على كل الاطراف دي، وبنقول لهم دايما مش هتكمل الدايره الا باكتمال الطرف ده. وبنقول لهم من ضمن انواع التحرش، في انواع كتير طبعا، بس مين اللي بيتعرض ليها؟ اطلاقا عمرها ما كانت السيده فقط، في ممكن تبقى الراجل، ممكن الطلبه، 2 طلبه ذكور مع بعض، طالبات مع بعض، كله وارد. احنا جزء من المجتمع، المجتمع الخارجي طالما ممكن يحصل فيه ده، في مجتمع الجامعه برضو ممكن يحصل فيه ده. وحصل بالفعل. حصل طبعا، وبيجي لكم بالفعل طلبه قد يتعرضوا الى، حصل، بس طبعا نسبه الطلبه الذكور اقل بكتير من طلبه الطالبات.